ننتقل إلى السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب لنتحدث قليلا عن الأسواق العالمية وأسواق النفط. أهلا بك سيد رائد معنا اليوم، ودعنا أولا نتحدث عن الحديث الأهم يعني في على الساحة، أسعار النفط اليوم نرى خام تكساس الخفيف عند أدنى مستوياته في 21 سنة، يعني رغم كل التحفيزات من هذه التخفيضات في أسعار النفط، كيف نرى هذه أو كيف نفسر هذا التراجع الكبير خصوصا مع مشكلة سعة التخزين؟ بلا شك هذه الأسعار التاريخية، يعني ليس تاريخية ولكن منذ فترة طويلة جدا لم نشهد هذه الأسعار، وكانت الأسعار في عندما كانت في هذه المستويات كانت ضروب كليا مختلفة. الآن نحن عند مستويات تذقنا وقيس الخطر بالنسبة للنفط وبالنسبة للاقتصاد العالمي، ارتفاع سعة التخزين وتخزين بشكل كبير واستغلال الأسعار المنخفضة وظل وجود فيروس كورونا وعدم التوقعات أو التوقعات بأن لا يكون هناك توسع في الطلب أو حتى أن يتحسن الطلب في الفترة القصيرة إلى المتوسطة القادمة سببت هذه التراجعات الحادة. وإذا نظرنا بنظرة تحليلية فنية صح التعبير على وضع المنتجات النفطية، فكما نعلم عقود تسليم الشهر هي التي فيها الانخفاضات الأكبر، عقود تسليم شهرين يعني تكاد تكون ب 16% التراجعات، شهرين ممكن ان يكون لدينا تراجعات بحوالي 5%، ثلاث شهور 3%، اربع شهور 1%. اذا هناك افق ايجابي في الفتره القادمه، ممكن بعد 6 إلى 5 إلى 7 شهور ممكن ان يعود الى التحسن، ولكن يجب مع ذلك ان يكون مترافقا بتوقف انتشار هذا الفيروس وعوده افتتاح الاسواق. لطالما قلنا ان الازمه الاقتصاديه التي تلي فيروس كورونا هي أسوأ بكثير من الفيروس وتأثيراته المؤقتة. رائد، يعني كما نلاحظ أنه الفرق بين العقود الشهر والستة أشهر يعني قرابة $15، هل هذا يعطي نوع من استراتيجية للمضاربة، ربما شراء العقود لشهر وبيع عقود ستة أشهر؟ هل ممكن أن تكون هذه إحدى الاستراتيجيات المضاربية؟ للأسف الشديد يجب أن نعي أيضا عند القيام بهذا الأمر، فأولا في عندي ماتشاليتي ديت ومواعيد الإغلاق، والانتقال من عقد إلى عقد يكون مباشرة بتغيرات حادة في الأسعار. إضافة إذا بحثنا عن مشتقات مالية لتداول هذه العقود سوف نصطدم بالسواب أو الأوفرنايت شارز اللي هي عم تكون مرتفعة جدا في الفترة الحالية بنتيجة التقلبات الحادة والفولاتيليتي الواسعة، فبشكل أو بآخر يجب أن يكون هناك الاستثمار الآني اللحظي أكثر بكثير من التوقع أن يكون هناك عودة للأسعار بالارتفاع. ولكن إجمالا إذا نظرنا إلى الأسعار الحالية فيجب أن ننظر إليها من وجهة نظر أخرى، واللي هي أنه هذه الأسعار هي تضغط أكثر على منتجي النفط وقد تسبب إغلاقات لشركات نفطية كثيرة ولمنصات الحفر العميق أو الآبار العميقة، بالتالي يجب أن يفرض شيء إجباري أو سيتم فرض شيء إجباري على هذه الشركات المنقبة لتوقف الإنتاج، وبالتالي ممكن أن يخفض بعض الشيء ويعطي بارقة الأمل لمزيد الارتفاعات. نعلم تماما أن هذه الأسعار المنخفضة تفيد أو تستطيع قلة دول أو تكاد تكون السعودية الوحيدة التي تتحمل أسعار منخفضة بالمقارنة مع الإنتاج، ولكن إذا نظرنا إلى الأمر بوجهة نظر أخرى فهذه قاع نشهده الآن. المضاربات اللحظية يمكن الاستفادة منها، المضاربات متوسطة إلى طويلة المدى للأسف ستكون الكلفة عالية لأن الجميع يفكر بنفس هذا الموضوع، والمخاطر المستقبلية لا تزال مجهولة بشكل كبير. طيب سؤال سريع رائد، لماذا لا نرى هذه الضغوط على خام برنت رغم أنه طبعا نفس العوائق يعني يواجهها الخامان؟ بالتأكيد، لأنه في عندي أنا بشكل مباشر تأثر الشركات النفط الأمريكي بهذه الأسعار المنخفضة يظهر جليا وواضحا. إذا نظرنا إلى الاستهلاك أو إلى الطلب فالطلب أكبر بكثير حاليا على WTI والتخزين الأسهل والسبلاي الأكثر الموجود في الأسواق. بشكل طبيعي إذا نظرنا إلى مزيج برنت وإلى WTI فنلاحظ أنه في عندي أنا سبلاي أكثر أو معروض نفطي أكبر بالفصيلة
المنتمية للسويت أويل أو هو خام غرب تكساس. هذا النفط متواجد بمعروضه بشكل كبير سواء كان في تسليم العقود الحالية أو بعد شهر أو بعد ثلاثة أشهر حتى إلى هذه المستويات، في حين مزيج برنت يتصف بمواصفات مختلفة، بعض الشيء سبلاي تبعه يختلف بعض الشيء، لذلك لم يتأثر بهذا الضغط الكبير، وأيضا لم يكن لديه المعروض الكبير في الفترة الحالية، ولكن شئنا ما بين كلاهما يعني ينتهجان نفس السلوك السعري في الفترة الحالية، وقد لا تكون هناك هذه الفجوات الكبيرة سواء كان بين برنت أو WTI. يوجد برنت أعلى من WTI، نعلم هذا الشيء، ولكن لن تكون هناك اتساعات في هذا النطاق. الحديث عن الوضع الراهن نتيجة التذبذب العالي ونتيجة التقلبات الكبيرة في أسعار النفط وفي إنتاج النفط في الفترة الحالية. طيب رائد، سريعا أيضا، إلى أي مدى ممكن الصين تستفيد من هذه الأسعار المنخفضة، رغم أنه طبعا الأرقام الصينية أظهرت انكماشا لأول مرة منذ يعني عام 1992، ولكن في المدى القصير ربما مع استئناف العمل في الصين ربما قد تستفيد الصين من هذه الأسعار؟ يعني نحن نتحدث عن الربع الثاني أنه الصين ممكن تحسنت أرقامها بعض الشيء، لكن لم تفتتح كل القطاعات الاقتصادية بعد، وأيضا مستويات التخزين والاستفادة من الأسعار الحالية وصلت لمستويات التخزين تقريبا إلى مستويات 70%، وهي مستويات مرتفعة جدا، أي الأنظار متجهة إلى أن الصين إذا بدها تصنع بالفترة الحالية فأين هو المستهلك؟ المستهلك لا يزال يعاني من فيروس كورونا، الدول الأخرى لا تزال تعاني من فيروس كورونا، الركود الاقتصادي المقبل صعب جدا، ولذلك نفسر بهذا الأمر توجه البنك الشعب الصيني إلى تخفيض أسعار الفائدة، على الرغم من أنه الصين أظهرت بالبيانات الاقتصادية أن وضعها أفضل أو بدأت تتحسن بعض الشيء، ولكن تخفيضات أسعار الفائدة على مدى الخمس سنوات، إذا هناك ضرر سيكون في الاقتصاد، وهناك حاجة إلى تيسير وتسهيل السياسة النقدية، بالتالي أسعار النفط الحالية ممكن أن تستمر لفترة أطول. الخطر أن تبقى أسعار النفط عند هذه المستويات إلى فترة ممتدة أكثر من 6 شهور، عندها سوف نرى ضرر كبير على القطاع الصناعي بشكل عام حول العالم. نعم، شكرا لك رائد دايما يعني على هذه التحليلات، كنت معنا من دبي وأنت رئيس قسم الأبحاث في مجموعة